إذن أستاذ باكو، اليوم غنحاولون تعرفوا على خطورة استعمال الشيك بدون رصيد، ولكن أولا كمدخل أستاذ باكو، هل يمكن أن تشرح لنا أولا التعامل بهذه الوثيقة البنكية من الناحية القانونية؟ نعم، أولا أشكرك على هذا السؤال، ودائما في إطار تقريب المعلومة القانونية وإجابة على سؤالكم، فإنه أولا كما هي عادتنا نقوم بالتعريف. أولا قد نقوم بتعريف الشيك، رغم أن المشرع المغربي لم يقم بإعطاء الشيك تعريفا معينا، إلا أنه يمكن تعريفه بأنه ورقة مكتوبة وفقا لبيانات حددها القانون، كتضمن واحد الأمر صادر من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يكون دائما مؤسسة بنكية وهو المسحوب عليه، بأن يدفع مبلغ من النقود لفائدة شخص ثالث وهو المستفيد أو لفائدة الحامل. إذن أطراف الشيك كما يتبين ثلاثة، وهم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد، وكل هؤلاء قد يرتكبوا بعض الجرائم أثناء تعامله بالشيك والمعاقب عليها في القانون المغربي. وكي تعتبر الساحب هو من أكثر الأطراف ارتكابا للجرائم المتعلقة بالشيك، أولا إذا لم يقم بتوفير المؤونة اللازمة للشيك، ثانيا إذا تعرض على دفع قيمة الشيك بصفة غير صحيحة، وكذلك إذا أصدر شيكا بدون ذكر مكان أو تاريخ الإصدار أو تاريخ حقيقي، أو إذا خالف المنع. إذن غادي نفصلوا هذه النقط. أولا إذا لم يوفر المؤونة ماذا تعني؟ كتحقق هذه الجريمة عند تقديم الشيك للمسحوب عليه، المسحوب عليه هو البنك، ورفض هذا الأخير الوفاء بقيمته لعدم وجود مؤونة كافية، يعني ليس هناك رصيد كافي. ولقد عاقب المشرع المغربي في المادة 316 من مدونة التجارة ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه بعقوبة حبسية من سنة إلى 5 سنوات، وبغرامة تتراوح من 2000 درهم إلى 10,000 درهم، دون أن تقل على 25% من قيمة الشيك أو من الخصاص. ومن المعلوم أن هذه الغرامة لا يسري عليها إيقاف التنفيذ، يعني يمكن أن يكون هناك حكم بإيقاف التنفيذ للعقوبة الحبسية، لكن الغرامة ليس فيها إيقاف التنفيذ. وعليه يجب مساءلة الساحب جنائيا، يعني أن يكون إذا كان أصدر شيكا مع إغفاله أو عدم قيامه بتوفير المؤونة الكافية له وقت تقديمه للأداء، ولقيام هذه الجريمة لابد من كتوفر واحد جوج ديال الأركان، أولا الركن المادي والركن المعنوي. الركن المادي كيتحقق بتحرير الشيك، يعني أنه يملأ الشيك دياله ويسلمه للمستفيد أو من يقوم مقامه، وعدم توفر المؤونة أو الرصيد، إذن الركن المادي هنا قائم. الركن المعنوي اللي كنقصدوه بحنا في القانون هو القصد الجنائي، يعني سوء النية. هنا في المادة 316 كتقول بأنه كيستفاد منها أن الجريمة تتحقق سواء كان السبب في عدم تكوين المؤونة يعود إلى إغفال الساحب أو سوء نيته، بحيث من المفروض فيه أن يتتبع حساباته لدى البنك المسحوب عليه، وأن لا يصدر شيكا إلا بعد أن يتحقق من توفرها على قيمته. إذن هنا مسألة دي الحسن نية من سوء النية ما بقات شايف إطار هذا القانون الجديد دي المدونة التجارة. إذا أصدر شيكا سواء كان عن حسن نية أو سوء نية فهو يسأل عن هذا الفعل. وباعتماد المشرع على عنصر الإغفال يكون قد وسع مجال المساءلة الجنائية بالنسبة لهذه الجريمة، حتى تتم ملاحقة كل المتلاعبين بالثقة المفترضة في هذه الورقة التجارية. دابا غننتقل للمسألة الثانية، وهي التعرض على الشيك بصفة غير صحيحة. التعرض هو ما كنسميوه حنايا بلوبوزيسيون، يعني الأصل أن الشيك أداة وفاء واجب الدفع بمجرد الاطلاع أي بمجرد تقديمه للأداء، إلا أنه استثناء من هذه القاعدة أجاز القانون للساحب التعرض على أداء هذا الشيك وبعدم صرف قيمته في أحوال محددة على سبيل الحصر. نصت عليه المادة 371، لا يقبل تعرض الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة فقدانه أو سرقته أو استعمال تدليس للشيك أو تزويره أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية، ويتعين على الساحب أن يؤكد تعرضه كتابة بصفة فورية كيفما كانت الوسيلة المستعملة في تلك الكتابة.
يدعم هذا التعرض بالوثائق الضرورية. إذن حالات ديال التعرض هي محددة على سبيل الحصر ويجب إثباتها، وكنراسلوا البنك بواحد الكتاب كيف ما كانت الوسيلة من أجل إخباره باش يعني يتوقف عن صرف ذلك المبلغ المضمن في ذلك الشيك. والمادة 316 عاقبت المتعرض بصفة غير صحيحة، فالمشرع نص صراحة على الأسباب المبررة للتعرض. إذا العقوبة اللي غادي تطال هذا المتعرض بدون وجه حق، اللي دار أوبوزيسيون بدون وجه حق، نفس العقوبة اللي كتراوح من سنة إلى 5 سنوات. إذا انتقلوا للمسألة الأخرى وهي الساحب، يعني الذي يخالف المنع من إصدار شيكات. هذه المسألة هذه يعني كتعتبر هذه الجريمة من أنجع المقتضيات التي جاءت بها مدونة التجارة من أجل حماية الثقة المفترضة في التعامل بالشيك. وهذه تدابير وقائية من طرف المؤسسات البنكية لحماية انتشار ظاهرة إصدار شيكات بدون رصيد، وكتمثل ذلك المنع في المادة 313. هنا يتوجب على المؤسسة البنكية المسحوب عليها التي رفضت وفاء الشيك لعدم وجود مؤونة كافية أن تأمر صاحب الحساب بإرجاع الصياغ التي في حوزته والتي في حوزة وكلائه إلى جميع المؤسسات البنكية التي يعتبر من زبنائها، وأن لا يصدر خلال 10 سنوات شيكات غير تلك التي تمكنه من سحب مبالغ مالية من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو التي يتم اعتمادها. والمقصود بالمنع هنا هو ذلك الذي يسري على سحب شيكات، بمعنى أن الشخص إلى مشى حتى صدر واحد الشيك بدون رصيد وما وفاش بالمؤونة دياله كيتمنع من إصدار شيكات لمدة 10 سنوات، وفي حالة المخالفة يرجع له الشيك بسبب المنع لأنه ممنوع من إصدار شيكات ويعاقب بجريمة إصدار شيك بدون رصيد. إذن هذا التدبير هو تدبير وقائي ناجع، يعني كيقلل من المخالفات لهذا النص القانوني. نعم أستاذ باكو، هل يمكن لهذا الشخص أن يرفع عن نفسه هذا المنع قبل الأجل المحدد له، وبأي طرق يمكن له ذلك؟ كل هذا الشخص اللي وقع في هذا المنع يمكن له أن يرفع عن نفسه المنع إذا أدى قيمة الشيك، يعني موضوع المتابعة والدائرة المالية اللي منصوص عليها في الفصل 314. أما إذا لم يلتجئ صاحب الحساب إلى هذه التسوية فإن مدة المنع تبقى سارية المفعول إلى حين انتهائها، ويمكن بمجرد تحقق الشرط يسترجع الساحب الحق في إصدار شيكات. كان هناك كذلك منع آخر هو المنع القضائي اللي جاء في المادة 317، يعني هذا المنع من إصدار شيكات جديدة كعقوبة فتكون بعد الإدانة ديال المتهم بجريمة إصدار شيك بدون رصيد، كتكون هذه العقوبة إما إضافية أو اختيارية، كذلك كتمنعوا من إصدار الشيكات. كاين مسألة أخرى وهي الساحب اللي كيصدر واحد الشيك وما كيذكرش فيه المكان دياله وكذلك التاريخ ديال الإصدار، يعني كيكون فيه التاريخ مغير. هنا في هذا الفصل 307 كيعاقبوا بواحد الغرامة ديال 6% من مبلغ الشيك، وما تقلش هذه الغرامة على 100 درهم. وكذلك أن الشيك اللي كيتقدم اللي كيديروا فيه تاريخ لاحق يؤدى في نفس اليوم الذي يقدم فيه، لا عبرة بالتاريخ. إذن كتبقى لنا النقطة الأخيرة وهي إصدار شيك على سبيل الضمان. هذه مسألة يعني متداولة، مشرع سبق وأن عاقب في القانون الجنائي على إصدار أو قبول شيك على سبيل الضمان وذلك بنفس العقوبة لمصدر الشيك بدون مؤونة. إذن المادة 316 كذلك مدونة التجارة كتعاقب كل من عالم بقبول أو تظهير شيك يشترط أن يستخلص فورا أو أن يحتفظ به، أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان بالحبس من سنة إلى 5 سنوات. نعم، دائما في إطار التوضيح والتوعية دائما أستاذ باكو، هل العقوبة التي تصدر في حق الشيك عفوا بدون رصيد بالنسبة للشخص، هل هي نفس العقوبة تبقى بالنسبة للمقدار الموجود في الشيك؟ يعني هل مثلا إذا كانت 10,000 درهم نفس العقوبة بالنسبة 20,000 درهم، أو تختلف العقوبة بحسب نسبة ديال المقدار ديال الشيك؟ لا، بطبيعة الحال تختلف، لأنه المبلغ إذا كان مبلغ زهيد طبيعة الحال العقوبة. لماذا المشرع نحدد العقوبة وجعله سلطة تقديرية بالنسبة للقاضي من بين سنة إلى 5 سنوات حتى يوازن بين الفعل والجزاء؟
إذا كانت هناك مبالغ كبيرة يمكن أن تصل العقوبة إلى أقصاها وهي 5 سنوات. دائما في اطار التوعيه. الان كتحضرني اسئله بالنسبه، كنحطوا بلاصتنا في بلاصه المستمع. مثلا في حاله ما اذا كان شخص واحد تم التعامل بشيكات مع اشخاص مختلفين، يعني هل العقوبه كتكون واحده بالنسبه لجميع الشيكات، ام هي العقوبه لكل شيك، يعني بكل شخص، يعني هي كل شيك تعطى لشخص بدون رصيد له عقوبه وكذلك تستمر مع الاشخاص الاخرين؟ لا، بالنسبة للقانون المغربي هناك ما يسمى بدمج العقوبات، يعني أنه إذا تعددت الشيكات وإن يصدر حكم واحد في كافة الشيكات، ولكن إذا بقي هناك شيكات يعني مطالب بها فيما بعد بعد خروجه وحركت المتابعة في حقه يسجن مرة ثانية. أما إذا دفعت تلك الشيكات يعني وهو معتقل وهو يحاكم، فإن القاضي يصدر حكما واحدا على جميع الشيكات التي توجد بالملف. أخيرا، أنتم كمحامي أستاذ حسن باكو، بما تنصح كل مستمع وكل من يتعامل ويستعمل الشيكات؟ أولا ننصح كي تعين على جميع مستعملي الشيكات، أولا أن لا يصدروا أي شيك إلا بعد التأكد من الرصيد، وأن لا يتعرضوا على قيمة الشيك خارج الأسباب اللي حددها القانون، وأن لا يسلم أو يتسلم شيك على سبيل الضمان حتى يكون في منأى من أي مشاكل قد تصادفه بسبب جهله أو تهوره، بحكم أن العواقب جد وخيمة، وكذلك من أجل استقرار واحد المعاملات وترجع الثقة لهذه الورقة، لأن هذه الورقة هي ورقة ائتمانية، ورقة مهمة جدا. ويمكن الإنسان أنه إذا أراد أن يتعامل يعني بأداء مؤجل وكذا، هناك التعامل بواسطة الكمبيالة، لأن هذه الكمبيالة أو لاتريت جعلت لهذا الغرض، أنه يؤجل الدين إلى أجل محين ولا يترتب على عدم توفر المعونة السجن. وبالتالي الإنسان احتياط هو واجب، لأن أخطر وثيقة يمكن الإنسان يوقع في حياته هي الشيك، لأنه يمكن أن تسلبه حريته. إذن كما ذكرتم أستاذ باكو، يبقى دائما الاحتياط واجب، ولا يجب أن نتسرع أو نستخفف بالعقوبات التي يمكن أن تحدث من جراء إصدار شيك بدون رصيد. فكنتمناو الجميع يوعوا بهذه القضية، وكنتمناو دائما لكل مستمعينا السلامة، وفي حالة ما إذا كان هناك غموض أو استفسار فنحن دائما رهن إشارة المستمعين ديالنا. الأستاذ حسن باكو، الأستاذ المحامي المقبول لدى محكمة النقد بمدينة الدار البيضاء، موجود معنا وهو رهن إشارتكم مستمعينا للإجابة عن جميع تساؤلاتكم.